صحيح. وهم من امتى بيتعاملوا؟ بما يحفظ دماء المصريين. ده الخبر دلوقتي اللي جابه لنا معاذ بيقول مستعدين، الدولة بتقول انها مستعدة لإجراء الامتحانات. عادي جدا، هينزلوا الشباب يمتحن والبنات والعيال ويلا، ونقعد بقى في الامتحانات كلنا جنب بعض وفي البوابة نبقى عارف انت هريسة لحد ما يدخلوا جوه، عادي. ليه؟ لأن هم مصرين ان مفيش خطر من كورونا في مصر. وأنا هنا بقول لهم إذا كان المشاهير اتصابوا بكورونا وانتوا بتعلنوا دلوقتي، ربما علشان الموضوع بقى أكبر من ان انتوا تخبوه لأنهم بيعلنوا على صفحاتهم الشخصية، وربما علشان تدفعوا الناس ان هم ياخدوا اللقاح اللي جايباه الإمارات جربوا في المصريين، ولكن أيا كان ففي خطر حقيقي قايم وحاصل للشعب المصري. هقول لكم سريعا آخر 4 أيام اللي اتصابوا بكورونا وأعلنوا من المشاهير، ما بالك بقى بال 92 جثة، ال 62 جثة اللي طلعوا من مسجد في اسكندرية، وما بالك بال 12 جثة 18 جثة المسجد العمري من اسكندرية، وال 18 جثة اللي طلعوا من السويس من مسجد منطقة السلام مسجد علي بن أبي طالب. طيب نشوف مع بعض تشكيلة من المشاهير اللي جالهم كورونا وهم اللي أعلنوا، وربما عشان كده النظام مش عارف يعمل حاجة لأن هم اللي بيعلنوا، ده غير الناس اللي ماتت زي رئيس القاضي اللي كان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك مثلا. تعال نشوف الإعلامي الرياضي سيف زاهر، كورونا جاء لسيف زاهر كورونا. الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة ابن الكابتن حسن شحاتة كورونا. المخرجة هالة خليل كورونا. اللي بعدها من المشاهير دارين مصطفى مذيعة القاهرة والناس كورونا، أصيبت بكورونا. كابتن الممثل أمير كرارة كورونا. جمانة مراد الممثلة السورية كورونا. شريف رمزي الممثل وحفيد صلاح ذو الفقار كورونا. المخرجة إيناس الدغيدي طبعا جالها كورونا. أما هشام جمال وهو من المطربين الصاعدين كورونا. جمال العدل أو العدل من المنتجين الفنيين كورونا. سارة الهلالي مذيعة التلفزيون المصري أصيبت بالكورونا. أبو المطرب جاله كورونا. من تاني المنتجة شهد رمزي أخت شريف رمزي هي كمان جالها كورونا. الإعلامي إبراهيم عيسى، إبراهيم عيسى جاله كورونا. إصابة رئيس شركة بريزنتيشن بالكورونا. إصابة لاعب الزمالك عبد الله جمعة جاله كورونا. واخر حد من شويه ده من شويه من ساعتين خالد ابو بكر جاله كورونا. وبطله المنتخب المصري جيانا فاروق بطله مصر الكاراتيه جالها كورونا. الله. ووفاه ثالث برلماني عن حزب مستقبل وطن بكورونا وهو زي ما حضرتك شايفين حقيد. مجدي صبحي اخو الفنان محمد صبحي هو فنان طبعا جاله كورونا وعزل نفسه. يعني في كورونا في مصر، فنانين وظباط ونواب رياضيين ومغنيين كل الناس بيجيلها. طب احنا بقى الناس اللي لا بواكي لنا ومحدش بيدور علينا، عايزين ليه تقنعونا ان مفيش كورونا؟ عايزين ليه تقنعونا ان اي حد بيقول ان في كورونا في البلد كخة ووحش وما بيحبش مصر ودعايات و و تناقضات الدولة او تناقضات النظام. احنا قلنا الدولة حاجة والنظام حاجة تانية. بص يا سيدي، هما بيقولوا الكورونا في مستوى مسيطر عليه وهيعملوا امتحانات، بينما هما نفسهم النظام ده اغلق كليه الهندسه في جامعه حلوان بسبب وفاه طالب بكورونا. ده حصل زي خبر شفتوا اهو، اغلاق كليه الهندسه في جامعه حلوان بعد وفاه طالب بكورونا. شوف بقى، والطالب كان مختلط. زي النهارده الصبح قال لك في بلجيكا سانتا كلوز الجميل ده اللي بيروح يوزع الهدايا راح لمسنين في دار الرعايه بتاعت المسنين، ما شاء الله جاب لهم كلهم كورونا وكلهم حالتهم متاخره لانهم كبار في السن، لان هو كان عنده كورونا. هو الواحد لما بيبقى غبي بيبقى ما حدش بينفعه، يعني ما حدش بيبقى عدو نفسه عدو الناس. ادي اغلقوا كليه الهندسه بجامعه حلوان بعد وفاه الطالب بكورونا، بس هيعملوا امتحانات عادي. وزير التعليم العالي قال لك نسبه اشغال العنايه المركزه اقل من 50%، احنا زي الفل، احنا تمام، احنا جامدين جدا. و50% اقل من 50% ده امريكا مش كده. الحكومه المواطن تهريج بقى التهريج،
المواطن غير ملزم بارتداء الكمامة في الشارع. يعني هي هتيجي منين الكورونا؟ يعني هيبقوا نايمين جنب بعض مثلا؟ هيبقوا قاعدين في حضن بعض؟ ما هي في الشارع هيجيله كورونا. ما هي الدولة لما تحترم نفسها زي الدولة دي بتنزل تلاقي بايدن في أمريكا لابس كمامة في الشارع وغير الشارع. هنا لو ما انتش لابس كمامة بتدفع 900 يعني من 500 ل 900 ليرة غرامة. ليه؟ مش عشان بيحبوا يجمعوا فلوس، علشان الناس تلبس كمامة ويقللوا نسبة نقل العدوى في الأتوبيس في المحل. ما هو الشارع ده إيه؟ هيجي يقول له إيه ده أنت واقف من غير كمامة؟ يا أسطى أنا واقف أجيب عيش. ما هو في الشارع. يا أسطى إحنا واقفين قدام المحل يعني ما فيهاش حاجة هندسة. ما ده اللي هيتقال. أنت عمم الكمامة وخلاص. طيب الحكومة المواطن غير ملزم بارتداء الكمامة في الشارع. طيب الحكومة أكثر إصابات الموجة الثانية بين الشباب والأطفال. طيب حضرتك بتجيلهم من الشارع برضو يعني ممكن خليهم يلبسوا الكمامات بعد إذنك ولا لا؟ طب بما إن أكتر اللي بيتصابوا في الموجة الثانية هم من الشباب والأطفال، حضرتك ممكن تخلي عندك دم وتمنع الدراسة وتخليها عن بعد؟ حضرتك ممكن تبقى عندك فهم وتمنع الامتحانات اللي هيبقى الناس كلها قاعدة جنب بعضها؟ ولا أنت المهم عندك اللقطة؟ ولا هو علشان اللي قاعد فوق عسكري والظبط والربط وتمام يا فندم وانزل بالامر ونفذ بالامر؟ قال لك يبقى في امتحانات، يعني في امتحانات. طب ويموتوا يا فندم؟ يموتوا. اصل احنا عندنا في الجيش 25% فائد، ايه المشكله اما يموت ربعهم؟ يعني هم بيتعاملوا كده بالعقليه العسكريه. بس حضرتك ده ما ينفعش مع الشعب، احنا مش عايزين نضحي بحد، مش عايزين يبقى عندنا فائد. اغلاق اسواق المواشي لمده شهر بمحافظه الغربيه. ده اللي قاله وزير محافظ الغربية انهم هيقفلوا اسواق المواشي، هيغلقوها لمدة شهر. ليه يا جماعة؟ اكيد علشان الاخوان بيعملوا اشاعات ان في كورونا في البلد، بس هو ما فيش. انتوا عارفين طبعا الاخوان عمالين يقولوا اشاعات عشان يوقعوا الاقتصاد، انما في كورونا في البلد حاشا لله، البلد زي الفل.